ومن جملة ما تحويه من المعاني أن الله سبحانه وتعالى هو العالم، أي أن الله تعالى له صفة تسمى صفة العلم. وقررنا قبل ذلك أن ذات الله ليس كالذوات، وأن صفات الله ليست كصفات غيره. نحن مخلوقون، الله خلقنا وخلق صفاتنا، أما هو سبحانه وتعالى ليس له بداية، وصفاته أيضا ليس لها بداية. فعلم الله هو علم واحد أزلي، يعني ليس له بداية. بهذا العلم أحاط بكل شيء علما الله سبحانه وتعالى، يعني لا تخفى عليه خافية، يعلم الأشياء بعلم واحد أزلي ليس له بداية وليس له نهاية، ولا يطرأ عليه تغير. نحن يطرأ على علمنا تغير، يطرأ على علمنا الزيادة والنقصان، أحدنا يكون لا يعلم أشياء يصير عالما بها، ثم بعد أن صار عالما بهذه الأشياء أحيانا تذهب عنه، ينساها هذه الأشياء التي علمها عرفها، ينساها بعد ذلك، لأن علمنا متغير، لأن صفاتنا متغيرة. أما علم الله فليس كذلك، يعني لا يقال الله تعالى يعلم هذا الشيء بعد أن لم يكن عالما به، لا، الله تعالى عالم بكل شيء بعلم أزلي لا بداية له، لا يزيد ولا ينقص، لا يتطور. هذا العلم الذي هو صفة لله لا يتغير. أحيانا بعض الناس تسمعونهم في بلادنا يقولون الله عم يبتليك لا يجربك، يشوف بتصبر ولا ما بتصبر. الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى يبتلي لينكشف له شيء هو كان خافيا عليه، هذا ليس مسلما. الله تعالى يبتلي عباده ليظهر بذلك لعباده من يكون صابرا من لا يكون صابرا، من يثبت على الصبر من لا يثبت على الصبر، هذا لينكشف لنا نحن العباد، نحن مخلوقون لا ندري حال هذا الشخص. إذا نزل به البلاء فوجدناه ثابتا على الإيمان بالله والرسول، لا يعترض على الله، وجدناه مسلما لله، نعرف أن هذا الشخص صبر، لا كفر بالله ولا عصى الله تبارك وتعالى، ينكشف لنا نحن. كذلك في يوم القيامة، أليس تسمعون أنه يوجد موقف للسؤال، يسأل فيه الناس عن أعمالهم، عن أقوالهم، عن نياتهم؟ ليس معنى ذلك أن الله لا يعلم ماذا فعل كل واحد منا على التفصيل، لا، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، إنما هذا لإظهار العدل. هذا الموقف الذي يحصل فيه الحساب، يحصل فيه السؤال، هو يظهر بذلك أن الله سبحانه وتعالى جازى كلا على حسب عمله.